السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي نرسم الاريا. دلوقتي انا عندي كذا روم، عايز اشوف الاريا بتاعت كل واحدة فيهم. ففي ان انا اعتمد على التاج بتاع الروم. اول ما بتعمل اي روم، من هنا مثلا بتحط روم، الروم بيعتمد ان انت تكون في مكان مغلق بين حوائط، تمام؟ يعني انا لو جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم وول، ورسمت حاجة زي كده، وقلت له انا عايز ارسم روم، هيبدأ يحط لي الروم ويقدر يحط لي المساحة. لو المساحة مش ظاهرة معايا بعمل سيليكت على التاج وبدخل اديت تايب واعلم على الاريا، وممكن تعلم على الفوليوم، ممكن تعلم على النمبر زي ما انت عايز، تمام؟ دي طريقة. في ناس بتستخدم طريقة ان هي بترسم ريجن، بترسم ريجن على اساس ان هو 2D، ويعني بيبقى عايز مثلا جزء معين من الغرفة، تمام؟ يعني مثلا هو عايز يقسم الغرفة مثلا للجزء دوت، فبيعمل هاتش وبعد كده بيسيليكت على الهاتش ويعرف الاريا بتاعته من هنا. طيب لو انا عايز اقسم الروم بكل بساطه من اركتشر، بلاقي روم سيبريتور اوكي، ودي تبقى غرفه لوحديها مستقله بالشكل دوت، تمام. طيب في برضه حاجه تانية ممكن نستخدمها، ودي انا بفضلها افضل بكتير، الموضوع الاريا. ان انا ممكن اجي اقول له ايه، انا عايز اريا بلين، اعمل لي لوح الاريا بلين لكل الادوار، تمام؟ بتلاقي هو حاطط لي الاريا بلين هنا، تمام؟ ليفل واحد مثلا على سبيل المثال، هبدا انا اقول له ان انا عايز احط الاريا، ابدا احط الاريا. هو لسه مش حاسس بالحاجات ديت، ممكن انا ابدا ارسم الحدود اريا باوندري، اقول له مثلا انا عايز الاريا باوندري بالشكل دوت، اقدر ان انا ارسم اريا باوندري بالشكل ده، تمام؟ دي بقت ثلاث غرف منفصلين. فلما هقول له من اريا هنا اقول له انا عايز الاريا، تلاقي الاريا اتحطت بالشكل دوت، تبقى في لوحه خاصه بالاريا قد ايه، تمام؟ وتقدر هنا تحط التاج لو انت عايز تحط تاج، تمام؟ او تقدر تقول له تاج اول، يعني انا عايز احط تاج لكل الاريا مره واحده، تبقى كل الفيو في كتير فتقول له اريا تاج. لو لا اي مكان ما فيهوش اريا تاج يروح هو حاطه له اوتوماتيك، تمام؟ هو هنا هتلاقي ما تقسموش لسه، لو انت عايز تقسمهم برضه هتيجي من هنا تقول له اريا اهي، ولو عايز ترسم اي حاجه استخدم الاريا باوندري. بكده تقدر تعمل لوحه خاصه بالاريات.